السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك على معادلة جميلة جدا في الداكس اسمها كاونت روز. كاونت روز، كاونت روز دي الفرق ما بينها وما بين كاونت العادية، اللي هي كاونت العادية ممكن بتجمع او بتعد الرو اللي موجود فيه كلام، اللي موجود فيه فاليو، لكن مش بتعد البلانك. وفي معادلة تانية اسمها كاونت بلانك، بتعد البلانك بس. طب انا عايز معادلة بقى تجيب لي الاثنين، يعني تجيب لي بقى اللي موجود فيه السطر اللي موجود فيه كتابة والسطر اللي مفهوش فيه كتابة. يجي هنا معادلة الكاونت روز. الكاونت روز عشان باختصار شديد جدا هنعمل هنا نيو ميجر عشان نستدعي لغة الداكس، واقول لك اقول له ايه نمبر اوف روز او عدد نمبر اوف عدد الصفوف. نقول له كده، نقول له كاونت روز اهو كده، هيقول لك التيبل بتاعك، التيبل بتاعك اللي هو اتش اند ام، اتش ام قصدي اهو، نختار عليه وندوس انتر اهو كده، وندوس نقفل الكوز وندوس انتر. هتلاقي في ميجر هنا اتفتح اسمه نمبر اوف روز. لو انا جبت هنا كده لو دوست على الكارد وخشديت نمبر اوف روز، هيقول لك ان النمبر اوف روز بتاعتك 99 نمبر اوف روز. طبعا لو في رو او صف فاضي هو هيعده لك برضو، لو في الصفوف المليانه هيعدها، الصفوف الفاضيه هيعدها، من الاخر مش هيسيب لك اي صف الا ما عد. اسمها نمبر اوف روز، مهمه جدا يا جماعه عشان تبقوا عارفينها. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، صدقني ان شاء الله ان شاء الله تستفيد مني. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.